اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من طريق الرابطة بين مدينة الرشيدية وان شاء الله الى مدينة قلميم. اجواء رائعة ومثيرة في الطريق. صباح مبروك لكل متابعي قناة شوف تيفي. كيف داير الجو عندكم متابعي قناة الشعب؟ كيف صاب عندكم الجو يوم الأربعاء؟ سماء غائمة متابعي قناة الشعب والتي تحيي إن شاء الله بتساقطات مطرية بمدن الجنوب الشرقي. وعلى المباشر أجواء جميلة وهادئة في الطريق الرابطة بين مدينة الرشيدية ومدينة قلميمة، وهذا هو الجو كيف داير. ملي كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تيفي هذا البث المباشر، كيف صاب عندكم الجو؟ كل واحد ومدينته. وفي الأثناء متابعي قناة شوف تيفي، صباح النور خويا ياسين أيوب تبارك الله عليك، السي عبد السلام فيلالي تبارك الله عليك. وفي الأثناء متابعي قناة الشعب ولله الحمد، كما كتشوفوا في الطريق الرابطة بين مدينة الرشيدية ومدينة قلميمة، على الأقل أنه كاين تساقطات خفيفة في هذه الأثناء. ليلة البارحة ولله الحمد كانت تساقطات مطرية خفيفة لكن مهمة اللي انتعشت بها مدينة الرشيدية وأيضا بعض مدن الجنوب الشرقي. نحيي كل المتابعين في هذا البث المباشر. وهذه الأجواء متابعي قناة الشعب على المباشر من الطريق الرابطة من مدينة الرشيدية إلى مدينة قلميمة. أيوب تبارك الله عليك وصباح مبروك والطريق السلامة، شكرا لك الله ينورك. الشكر الجزيل على التتبع ديالك لهذا البث المباشر من طريق الرابطة بين مدينة الرشيدية إلى مدينة قلميمة. صباح جميل ومبروك مع متابعي قناة الشعب. أكيد أن بعض المدن المغربية غادي يكون الجو صاب عندها رائع، بهاد السخات الرائعة. دائما أجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة شوف تيفي، وصباح مبروك لكل المتابعين. وهذه الأجواء متابعي قناة الشعب في هذا الأثناء من الطريق الرابطة بين الرشيدية وقلميمة. الحمد لله عام زين خويا ياسين، نتمنى ويكون أفضل وأفضل. لاقمطة الحمد لله تحت الرحمة ديال الله. سليمان سليمان طريق السلامة إن شاء الله، والشكر موصول لك أخ سليمان. بشرى من أسفي طريق السلامة، والشكر موصول للأخت بشرى. ومرحبا بك المتابعين ديال قناة شوف تيفي. كريم بالحاج أيضا صباح الخير، تحياتي من الحسيمة الله يحفظك، وتحية كبيرة لساكنة الحسيمة الرائعين من الأخ كريم بالحاج. هذه الأجواء متابعي قناة شوف تيفي بمدن الجنوب الشرقي.
بجهة درعة فيلالت، وبهذا الأثناء في الطريق الرابطة بين مدينة الرشيدية إلى مدينة قلميمة. كيف صبح الجو عند متابعي قناة الشعب، ومن كتشاهد معنا هذا البث المباشر الرائع والهادئ والمثير في الطريق. أكيد بغينا نعرفوا مجموعة من المدن كيف صبح عندهم الجو الحمد لله، واش حتى انتم السماء يعني مضبوطة تحيي إلى تساقطات مطرية. عبد الحق بارودي، طريق السلامة. عبد الحق البارودي من مديونة، وتحية كبيرة لساكنة مديونة. الحاج أم حزون، صباح النور، صباح النور للحاج أم حزون، وصباح النور وصباح الياسمين لكل المتابعين ديال قناة الشعب. سيمو وليد، واشتين جداد إن شاء الله وصولا إلى مدينة جداد. خالد وزاني، صباح النور وصباحكم سعيد، أجواء جد جميلة وهادئة ما شاء الله، تحياتي لكم وتبارك الله عليك. أم أمير، صباح الخير، طريق السلامة، والشكر موصول لأم أمير. ويبقى صباح مبروك والنقاش أيضا مع متابعي قناة شوف تيفي لتبادل الآراء وأيضا تبادل التحية والنقاش. اسكو إحسان، تحية لأصحاب الرشيدية من أبناء مدينة جردة، تحية كبيرة لساكنة مدينة جردة، وتحية كبيرة أيضا لكل المتابعين. وهذه في هذا الأثناء وعلى المباشر من قناة الشعب قناة شوف تيفي، ومن بعد قناة شوف تيفي بكليم الرشيدية أو بالأحرى بجهة درعة فيلالت، أجواء صباحية بالطريق الرابطة بين مدينة الرشيدية إلى مدينة قلميمة، مرورا إن شاء الله إلى مدينة تنجداد تنغير النيف تزارين وإلى زاكورا. صباح الخير ولد مراد، ولد شيحة ولا شلحة، مراد صبري، صباح الخير وإلى كل المتابعين. تحية كبيرة لكل المتابعين اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر وعلى المباشر من الطريق الرابطة. تجديد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة الشعب. كيف داير الجو عند متابعي قناة شوف تيفي؟ كل واحد من كيشاهد معنا هذا البث، هذه الأجواء متابعي قناة شوف تيفي في البث المباشر وعلى المباشر من الطريق الرابطة بمدينة الرشيدية إلى مدينة قلميمة. صباح مبروك لكل المتابعين، والشكر الجزيل لكل التعليقات ديال متابعي قناة الشعب، واللي دائما مبعوث قناة شوف تيفي يوفيكم بالحب والاحترام والتقدير الذي يكون بيننا. وأجواء هادئة ومثيرة بالطريق. طريق السلامة لكل واحد مشات الطريق، الإنسان يرد البال وغير بشوية عليه. أكيد غادي يوصل. أجدد تحية وأجدد الصباح لكل المتابعين. سي محمد اللي كيقول لك الدنيا معاك، مرحبا بك وألف مرحبا.
حقيقة جو جميل وجميل جدا. صباح الخير سي محمد عمر أدسكو، صباح النور، صباح النور لكل المتابعين، صباح الخير. الله يجيب لي شي بنت الناس من هذيك البلاد كتعجبني دعي معايا. ندعيو معاك الحمد لله وكامل الدعوات مع هذا السيد هذا ومع هذا الانسان اللي بغى بنت الناس من مدن الجنوب الشرقي، ولو الحمد لله بنات الناس كل في كل المدن المملكه المغربيه العلويه الشريفه، لكن كل واحد وشنو بغى. طريق السلامه سيدي ديش الحسن، والشكر موصول ليك. الاجواء جميله جدا. محمد غزالي البركاوي صباح الخير. محمد زهيد طريق السلامة الله يسترك، اللهم امين، اللهم الله يستر ويسترك ويستر جميع المسلمين. صباح النور خويا سهام، سهام مرحبا بك اخت سهام. فينا بلاصه هادي الزحاف مصطفى، هذه الطريق الرابطة بين مدينة الراشدية ومدينة قلميمة. السلام عليكم أخي الكريم، أصبح الخير. الحسين معروفي، الجو جميل، الجو بنادي الحمد لله تبارك الله عليك، جو زوين بزاف سي محمد تبارك الله عليك. سمهاجي سعيد تحية من فاس، صباح الخير صباح النور سي محمد من فاس ويلا ساكنة فاس، صباح النور تحياتي لكم. سي ياسين محمد بايت خايم ابراهيم والرادي نور الدين وهروس تبارك الله عليك، ازهر مصطفى الله يديك على الخير الشكر موصول. واش كاينه شتاء ابو محمد اللي كيقول واش كاينه شتاء، لكن الحمد لله كانت تساقطات مطريه خفيفه يعني بمدينه الرشيديه واللي شهدتها ايضا حتى مدينه قلميمه وواتي نجداد واغلب يعني مدن الجنوب الشرقي. تحياتي ليك من مدينة تزنيت وتحية كبيرة للسي سعيد من ساكنة تزنيت سي محمد. كنعتذر للمتابعي قناة شوف تي في على بعض التعليقات اللي ما كنقراش، لأنني كنحاول ما أمكن أنني نقرا كل التعليقات نتاعكم. صباح الورد والياسمين خويا العزيز من بودنيب، تحية كبيرة لساكنة بودنيب الحاضرة معنا أيضا بقوة. صباح الخير، الجو رائع، طريق السلامة يا ربي اللهم امين. الشكر موصول لكل متابعي قناة شوف تي في. وفيك كيف ما كتشوف معنا كتشاهدوا معنا في هذه اللحظات وفي هذه الاثناء، السماء اللي هي غائمة وتحيي بتساقطات مطرية بجهة درعة فيلالت، وفي هذه الاثناء ايضا تساقطات خفيفة واللي كتشهدها الطريق الرابطة بين مدينة الراشدية ومدينة أقول ميما. صباح الخير سي محمد الهادي سعيد شراك، شحال المسافة بابي أقول ميما والرشيدية تقريبا كاينه 50-55 على ما أظن. متابعي قناة شوف تيفي كنتو معنا في هذا البث المباشر من مدينة من الطريق الرابطة بمدينة الراشدية إلى مدينة قلميمة، والشكر موصول لكل المتابعين. أجواء هادئة وعلى المباشر أجواء هادئة ورائعة ومثيرة في الطريق الرابطة بين مدينة الراشدية إلى مدينة قلميمة. أحييكم ويحييكم من بعد قناة شوف تي في، وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. وسلامي لكم وصباح الخير للجميع.